جلابية رمضان 2024 في 5 خطوات بس، بطريقة سهلة وبسيطة قوي ومن الصفر. هنبدأ نعملها مقاس 4 اكس لارج. اول حاجة هنرسم البطرون الاساسي، هنحط ربع دوران الصدر، وبعدين نبدأ ننزل بطول حردة الرقبة الامامية والخلفية، ونعمل حردة الرقبة الامامية والخلفية، ننزل بميلان الكتف بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. بس يا جماعة بالله عليكم اعملوا لي اللايك الجميل، عشان زي ما انتم شايفين كده والله بتعب جدا في المونتاج والحاجات دي كلها، فاللايك الجميل والتعليق الاجمل. ودلوقتي زي ما انتم شايفين نزلت بطول الظهر. وبالنسبه للبطرون الاساسي علشان خاطر عايزه اشرحه من الاول خالص، هتلاقيه موجود في اول الصفحه بشكل جميل قوي، في الفيديوهات السابقه كلها كمان عامله البطرون الاساسي بخطوات بسيطه زي ما انت شايفه كده. هبدا انزل بقى من هنا طول الجنب معايا خطوه بخطوه، وبعدين هبدا اجي واحط ربع دوران اكبر حجم، وبعدين انزل بالشكل اللي انتم شايفينه ده. التعديل بتاعنا عشان الجلابيه هناخد من الكتف 1 سنتي، وننزل بحرده الرقبه زائد 1 سنتي، وبعدين نبدا نعمل حرده كده بس مش حرده قوي، يعني تميل للمربع شويه، ونبدا نعمل حرده الرقبه الخلفيه، وهنبدا نقص خطوه بخطوه زي ما انتم شايفين كده يا جماعه بشكل سهل وبسيط قوي ومن الصفر. وبعدين يا جماعه هنبدا نقص زي ما انتم شايفين كده خطوه بخطوه. وطبعا زي ما انتم شايفين الفكره بتاعت الجلابيه من الصفر وبطريقه جميله قوي قوي وبسيطه قوي. هنبدا بعد كده نشيل حرده الرقبه الاماميه زي ما انتم شايفين كده، وهنبدا نجيب الامام ده كله ونبدا نعمل عليه الاكسسوارات بتاعتنا. هنبدا نعملها، طبعا الاكسسوارات دي انت ممكن تحطي فيها الماز، ممكن تحطي فيها على حسب انت عايزه ازاي، يعني ممكن تحطي فيها الماز، ممكن تحطي فيها كلف، حاجات زي كده كتير قوي ممكن تعمليها للجلابيه بتاعتك. فانا هنا هبدا اعمل لها شكل كده جميل وبسيط قوي قوي. وبس اهم حاجه ما تنسونيش في اللايك الجميل، عشان انتوا شايفين يعني بنتعب قوي ويا فيديو يعني مفيد ليك، اعملي لي لايك الجميل. وبرضك شوفي الفيديو اللي قبل ده، فيديو فستان خروج او فستان سواري بطريقه جميله قوي، واللي قبله بتاع فستان اطفال بطريقه برضك حلوه قوي قوي ومن الصفر زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. بعد ما عملت الاكسسوارات بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، هنبدا نحط الامام على الخلف، وبعدين نبدا نخيطهم مع بعض. وبعدين بعد ما نخيطهم من الجنب والجنب، وطبعا خيطتهم في الاول في الكتف والكتف، بصي كده بجيب الكتف ده بخيطه والكتف التاني بخيطه، وببدا اجيب الجنب والجنب، وبعدين ببدا اركن الامام على جنب كله. وهنعمل بعد كده الكم بتاعنا. الكم سهله قوي بسيطه، هنبدا نجيب قطعه القماش ونتنيها على 2، ونرجع نتنيها على مره كمان اهو بالشكل ده. وبعدين يا جماعه هنبدا واحده واحده، نبدا نيجي كده زي ما انتم شايفين، نحط نص دوران الدراع عندنا، وبعدين ننزل بطول الكم، وبعدين ننزل من هنا 7 سنتي، ونرتفع فوق 4 سنتي، ونبدا نوصل الحرده دي بحرده جيرو، وبعدين نعمل دوران الاسويره بالشكل ده، وبعدين نوصل دوران الاسويره بحرده الجيرو، واصبح الكم معايا جاهز ان انا اقصه واركبه. وطبعا زي ما انتم شايفين كده هنبدا نقص خطوه بخطوه ومن الصفر. بس طبعا اهم حاجه يا جماعه اللايك الجميل والتعليق الاجمل، ولو اول مره تشوفيني اول مره تعرفيني اعملي لي اشتراك جميل علشان خاطر نستمر في الاحسن احسن باذن الله. طبعا نفس الاكسسوارات اللي انا حطيتها في الجلابيه من فوق هنبدا نحطها في الجلابيه بالنسبه للكم بتاعها بالصوره اللي انتم شايفينها دي. وطبعا زي ما انتم شايفين هنبدا نخيط الكم بالطريقه السهله البسيطه دي. بس طبعا يا جماعه ركزوا واحده واحده في بالنسبه الجلابيه، لان هي جلابيه بسيطه قوي، علشان كده انا عملتها لك في 4 دقايق بس، وفي منتهى الشياكه كمان وبطريقه سهله ومن الصفر. دلوقتي هبدا اعمل الكم من الناحيه الثانيه كمان، وهبدا بقى اخيط الكم ده مع الكم ده زي ما انتم شايفين كده وبصوره سهله وبسيطه قوي ومن الصفر. هبدا بقى واحده واحده ان انا اركب الكم بتاعي في الجلابيه زي ما انتم شايفين كده. طبعا فكره تركيب الكم سهله وبسيطه قوي ومن الصفر، وعملناها قبل كده على قماش في فيديو، وركبتها كذا مره بالنسبه للبث المباشر، وكمان عملتها على قماش في فيديو سابق قبل كده بطريقه سهله وبسيطه قوي ومن الصفر. ولو عايزين فكرة الكم على القماش اكتبولي في التعليقات تحت، وبإذن الله هنعملها خطوة بخطوة. بس أهم حاجة اللايك الجميل والتعليق الأجمل، والاشتراك ده طبعا اختيارك انت، والصلاة على سيدنا النبي أهم من الفيديو كله. بس ما تنسينيش في اللايك الجميل والتعليق الأجمل لو استفدتي فعلا من الفيديو. لحظة واحدة أوريك الشكل النهائي. بصوا بقى يا جماعة ده الشكل النهائي للجلابية، اتعمل بصورة سهلة وبسيطة قوي ومن الصفر. كل اللي عليكي بس اللايك الجميل والتعليق الأجمل، والاشتراك ده طبعا اختيارك انت، والصلاة على سيدنا النبي أهم من الفيديو كله. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور.